لحظات قليلة مرت على انطلاقة المباراة. سيء لم يكن بشكل جيد أمامية. يا فرصة للتسديد، يا فارق تحقيق اللقاء. تلك هي فائدة التدريبات على دقة التسديد. عندما نقول هداف بالفطرة، روعة أقدام وجمع كرات هدف جميل جدا. هرمانديز كرة طولية إلى الأمام. جوندوغان
الى المرمى. ابراهام حاول القيام بكثير من الامور في نفس الوقت الثاني فقد الكره كان الافضل ان يركز على التسديد. برونو فرنانديز يلعب حول الجانب الايمن. يحاول تمريرها من بين المدافعين. لدينا تسديد هنا. يفقد الأمل في الدقائق الأخيرة. ما زال يحاول الفريق الإفلات من الخسارة وتحقيق التعادل. أجمل تدخل في لحظة حاسمة بعد أن كانت كرة خطيرة جدا على مرمى الفريق. على وقت دقائق قليلة لا من تحقيق الفوز. بمبدأ الأمان يعود بالكرة. بعد الكرة. بدأت الخطورة نجحت في استغلال الفرصة والهجوم مرتدة سريع ثم ترتيبه إلى هدف. يضرب الثلاثية يضرب الهاتريك في مباراة اليوم.